بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ احنا فين النهارده؟ احنا في سوق التونس الحضاري في معرض افندينا لتجاره السيراميك والبورسلين والادوات الصحيه، كل ما يخص الصحه يا جماعه موجود عندنا هنا في معرض افندينا، عاملين عروض مكسره الدنيا. هنشوف النهارده حاجات حلوه جدا. الاداره عندنا الاستاذ احمد النوبي والاستاذ احمد موسى، واحنا معانا النهارده الاستاذ احمد موسى. احنا بنرحب بيه عشان الاستاذ احمد موسى مكسر الدنيا في سوق التونسي. ازيك انت استاذ احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. استاذ احمد انت مكسر الدنيا في ايه؟ والله عايزين متابعينك ينبسطوا، وعايزين ننزل يعني شويه اسعار كده للناس. انا بقى لي فتره كل ما باجي زحمه عندك زحمه عندك. الحمد لله بفضل الله انا عندي عروض كويسه جدا. ما عشان كده انا قلت لا لازم برضو متابعين يستفيدوا يا ست الكل. نعمل زحمه اكتر بقى. لا ده احنا عنينا ونجوز العرسان يا ست الكل تحت امرك. واللي عايز يجدد شقته يا جماعه احنا عندنا ما شاء الله تشكيله هايله من كل ما يخص الصحي، سيراميك، احواض، خلاطات. بصوا هنشوف حاجات كتيره جدا وهنشوف العروض اللي عاملها الاستاذ احمد. استاذ احمد متعنا بقى بعروضك. بص يا ست الكل، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا عندي عروض على السيراميك. تمام. عندي حاجه زي كده فرز اول، انا عامل عرض على فكره. تمام. عامل عرض الاسبوع اللي فات كان المفروض ينتهي بكره، انا همد العرض ده تاني ونزلت من العرض، والجماعه اللي هم اشتروا مني على العرض اللي انا عملته برضو اللي هو المفروض ينتهي بكره. تمام. انا اسف ليهم، انا نزلت 5 جنيه تاني على السعر عشان الحمد لله ربنا رضاني في الشغل. تمام. وكان مسحوبات عندي عاليه، فالحمد لله الشركه عملت معايا حاجه كويسه خفضت لي 5 جنيه، فانا برضو هنزلها لمتابعين حضرتك. تمام. وللزبائن بتاعتنا بتاعت المعرض عشان نبسط المتابعين بتاعتنا. العرض بتاعنا مدته قد ايه؟ العرض بتاعنا مدته من النهارده لحد الجمعه اللي ورا الجايه. يعني اسبوعين؟ لا الجمعه اللي ورا الجايه بعد بكره الجمعه. يعني حوالي 10 ايام. تمام. بمعنى صح ان انا اكون خلصت المخزون اللي عندي ان شاء الله، ممكن ربنا يكرم والشركه تنزل لي تاني ان شاء الله يا رب باذن الله. ده حظ المتابعين بامر الله، عشان انت شايف الظروف صعبه ازاي. لا والله العظيم، واحنا والله العظيم بنراعي حاجه زي كده، والحمد لله بندور على السعر الكويس للزبون. طب الحمد لله. نشوف بقى اول عرض معانا. بص حضرتك، انا دلوقتي اول عرض معايا عند البوابه ديت، لو بتعملها ب 145 145 جنيه نزلتها ل 140 جنيه. طبعا الشركه نزلت لي 5 جنيه عشان المسحوبات الحمد لله بفضل الله تعالى. من 145 ل 100 من 145 ل 140 ل 140. التشكيله الشكل اللي قدامنا ده، الشكل اللي قدامك ده. تمام. الديكور بنفس السعر برضه. تمام. عندك نفس الكلام حضرتك دي. وعلى فكره برضه عشان برضه نبقى ايه الكلام ما يختلفش على العرض اللي انا عامله، الاسود ده بيزيد اصلا 12 جنيه. معروف الاسود. انا منزله على نفس السعر. تمام. نفس النظام ده، الغامق ده بيزيد 5 جنيه كله بسعر واحد. تمام. ب 140 جنيه فرز اول. 140. نفس الكلام الغامق ده يزيد 5 جنيه كله حتى الديكور كله ب 140 جنيه فرز اول. تمام. نفس الكلام دي موجوده عندي فرز ثاني، المخزون عندي فرز ثاني. 135 ب 130 يا استاذ عشان خاطر متابعين. 130 ده سيراميك مطبخ. ده سيراميك مطبخ. تمام. عند حضرتك برضه البراده دي 60 في 120 اسمها بلاك ستون، خط كويس جدا. اسمها ايه ثاني؟ بلاك ستون، براده محترمه جدا. تحفه شكلها تحفه. البراده دي في اي مكان مش اقل من 600 جنيه، في معرض افندينا كنا عاملين عليها عرض 320، النهارده ب 300 جنيه. فرز اول متر. فرز اول ب 300 جنيه. البلاطه كام في كام؟ البلاطه 60 في 120. 60 في 120. 60 في 120 وعلى فكره اي حد ياخد سكرين شوت البلاطه ويسال عليها، البلاطه دي ب 600 جنيه. حلوه قوي. تمام يا استاذه. نفس الكلام برضه فرز اول اهي 270 جنيه فرز اول، كانت ب 320 ب 270 جنيه. 270 نزل عليها تخفيض نزلناها للعميل. الاسعار دي احفظوها كويس عشان هتيجوا عليها. تمام. عندك برضه حضرتك دي فرز ثاني. كانت 135 جنيه على العرض، خليناها 130. عندنا فرز تاني كمان. عندنا فرز تاني وعندي تالت كمان، وعندي تالت جودته عاليه، واي حاجه الزبون يسالني ضمان المحل. تمام. تمام حضرتك، فرز اول برضو. هي دي خلصانه، بس ان شاء الله لو اي عميل طلبها نجيبها له. تمام. وهنجيبها على نفس الاسعار دي، مش هنجيبها اغلى. كام بقى؟ 140 جنيه فرز 140. اول عشان المضمون الفرز الاول. تمام. التاني مش مضمون ان انا الاقيه في المصنع. لاني مش مخزن منها الا فرز اول. تمام. فرز اول 140 جنيه، فرز تاني 130 جنيه. فرز اول 140 جنيه، فرز تاني 130 جنيه. المفاجاه الكبيره بقى لو بتعيلك يا استاذ. لحظه بس استاذ احمد، انا عايز اعرف بس الاول دي في منها اول وفي منها تاني. في منها اول وفي منها تاني. ودي في منها اول وفي منها تاني. اي حاجه موجود حضرتك اول وتاني عندك. دي بس اللي في منها اول. دي مش موجود منها في التخزين الا فرز اول. تمام، يعني كل ده قدامكم في فرز اول فرز تاني. مظبوط. بص حضرتك بقى المفاجاه بقى المتابعين. تمام. البلاطه دي احنا عاملين عليها عرض. قطع ليزر فرز اول. 150 جنيه. ونزلت 5 جنيه يبقى 145 جنيه عشان متابعينك يا استاذ. المتر 145 جنيه. 145 جنيه فرز اول. فرز اول، البلاطه كام في كام؟ 60 في 60 قطع ليزر. 60 في 60 قطع ليزر. تمام يا استاذه؟ هنجيب من هنا بقى حضرتك.
بصوا بقى تشكيله هايله ما شاء الله يا استاذه. وانتبه للكلام اللي هقوله. ده بقى اللي بيضرب نار. فرز اول 130 فرز اول 130 الله. فرز اول 130 فرز اول 130 ما شاء الله. فرز اول 130 ما شاء الله. فرز اول 130 فرز اول 130 فرز اول 130 فرز اول 225 ده 225 60 في 60 فرز اول 225 225 تمام. بورسلين فرز اول 225 حلو قوي. بورسلين فرز اول 225 بورسلين و225 بورسلين حر فرز اول ب 225 والكرتونه مش مكتوب عليها بورسلين الزبون ما يستلمهاش عشان ده الشركه اللي بتنزل. لا ده انت عامل ضرب نار هنا. بورسلين 225 فرز اول يا استاذه تمام. بورسلين 225 فرز اول يا استاذه حلو جدا. فرز اول حوائط ب 135 يا استاذه برضو على العرض. سيراميك فرز اول 130 130 بورسلين 225 فرز اول ما شاء الله. سيراميك جليس بورسلين 150 فرز اول 150 جليس بورسلين في اي بي يعني 150 فرز اول. الماده اللي على الوش حضرتك دي بتاعت البورسلين انما العجينه عجينه السيراميك انما الخامه خامه بورسلين. لا وده سعره بيقل عن البورسلين الاصلي. بيقل عن البورسلين الاصلي تمام. لا يتجرح ولا يتخدش ولا الكلام ده تمام. عندي كده يا استاذه فرز اول 150 وفرز الثاني برضو للعلم ب 140 جنيه والفرز الثاني برضو في اللي انا بقول عليه ب 150 ب 140 جنيه 140 فرز اول 150 جنيه تمام. لا دي حضرتك 130 جنيه فرز اول 130 130 150 150 واللي في وشها 150 تمام تمام يا استاذه. عندك دي يا استاذه ب 150 دي بورسلين 225 فرز اول 225 225 خش يا استاذه بورسلين 225 فرز اول تحفه. بص يا استاذه ده سيراميك جليس بورسلين يا استاذه 150 فرز اول 150 فرز اول 150 فرز اول تمام. 150 فرز اول الاثنين دول برضو عندك ده 150 فرز اول يا استاذه. دي مصورة. شركة وشفت حضرتك عشان مصورة واحدة تاني دي شركة ودي شركة تمام. بس الشركتين عاملين نفس البلاطة 150 فرز اول يا استاذ. البلاطة دي اللي يشوفها ما يقولش عليها قطع ليزر ولا جليز بس بيقول عليها بورسلين لان معمولة تقليد بورسلين مستورد. نفس البلاطة دي والجودة كويسة والجودة على ضمان المحل برضه يا استاذ. 150 جنيه المتر 150 جنيه المتر 150 جنيه عشان قبل ما نطلع من المعرض يا استاذ تمام. عامل عروض على الصحي على الادوات الصحية. اول عرض هو هنبدا عليه طقم اكسسوار اهو حضرتك. طقم الاكسسوار ده بيتباع ب 800 جنيه ب 500 جنيه يا استاذه. طقم الاكسسوار ده اللي هو الصبانه عندي جميع الواني اللي هو جميع الوان موجوده عندي تمام يا استاذه. ده ب 500 جنيه. عندي خلاط مستورد يا استاذه ديكور اللي بيتباع ب 1200 جنيه في اي مكان اهو يا استاذه اهو هطلعه لحضرتك قدام منك اهو. على فكره انا كنت عامل عليه العرض ب 1000 جنيه ب 950 جنيه يا استاذه 950 جنيه تحفه. والله العظيم العرض ده عشانك انت عشان انت قلتي لي المتابعين بيسالوني على السيراميك وانا بعز حضرتك في الله عشان كده انا عملت ال 50 جنيه دي خصم عشانك برضه يا استاذ. شكله جبار ماشي يا استاذ. عندي بجميع الوانه الابيض والاسود عندي النيكل والاسود والذهبي تمام حضرتك. ادي قطعه اهي من القطع ديت برضه ب 950 جنيه. عندي القطعه دي اهي بسم الله دي برضه ذهب اهي حضرتك معاك اهي. بص حضرتك بقى ادي عندي برضه في حاجه مستورده كويسه جدا معرفش ان في تصوير النهارده عندي. بص حضرتك ب 950 جنيه يا استاذه نطلعها للعميل اهي يا استاذه ب 950 جنيه والله العظيم ب 1300 جنيه يا نهار ابيض يا استاذه ب 1300 ده شكل غير الشكل الاولاني تحفه. عندي برضه الاسود والنيكل والذهبي ده قلت لي بكام؟ ده ب 950 جنيه يا استاذه عشان خاطر متابعيني. ده 950 جنيه 950 جنيه ونطلعه تاني اهو يا استاذه تحفه. والعميل ياخد او العميل او اخواتنا اللي عايزين يتجوزوا العرسان والعرايس اهو دلعوا نفسكم والله ياخدوا سكرين شوت للحاجه وهي موجوده اهي على عينك يا تاجر. العرض لمده 10 ايام لمده 10 ايام. شوفوا حضراتكم التاريخ امتى التاريخ امتى بتاع العرض لحد الجمعه اللي ورا الجايه النهارده 26 25 25 النهارده 25 يعني معانا العرض ده لحد يوم 5 في الشهر تمام لحد يوم 15 العرض ده. ده 950 ده 950 اللي عايز يدلع نفسه يجي ماشي يا استاذه. يعني هتاخدوا حاجات تحفه مستورده وكمان اسعارها ما حصلتش. عندي مسطره مستورده هي يا استاذه بص يا استاذه اهو
على عينك يا تاجر. كل ما يخش مستورده يا استاذه وضمان 5 سنين يا استاذه. اه ادي الضمان، معلش حضرتك هات صوره الضمان كده. تمام. ضمان 5 سنين وقبل ضمان المحل. قبل الضمان بتاع الشركه ضمان المحل يا استاذه. تمام. ب 1000 جنيه دي انا مش هقدر انزل فيها لان انا بيع كسبان فيها 25 جنيه، انا كنت عاملها في نفس العرض ب 1000 جنيه. يعني المسطره دي ب 1000 جنيه. ب 1000 جنيه مستورده ضمان 5 سنين طبعا. وقبل الضمان 5 سنين ضمان المحل يا استاذه. حلوه جدا. تمام يا استاذه؟ تمام. عندي بجميع الوانها برضو يا استاذه، عندي الابيض والاسود والفضي. تمام. طب والذهبي موجوده هي يا استاذه عندي. اه. الذهبي كلها نحاس، نحاس خام. اه ما تغيرش. 2000 جنيه. والله العظيم ب 1350 جنيه على العرض، هنزل 50 جنيه عشان خاطر مضايقك يا استاذ. يعني دي 1300 جنيه. 1300 جنيه بدل 1350. اللون ده ما بيغيرش. ما بيغيرش يا استاذه، هو الورق بتاعي. اهي القطعه السوداء يا استاذه اللي بقول لك. الله. القطعه السوداء يا استاذ. الله تحفه. 950 جنيه برضه. ده ب 950 بدل 1000 جنيه 950 جنيه، على فكره 1000 جنيه على العرض يا جماعه، الجماعه اللي سمعوني بس عشان خاطر الحمد لله على اقبال كبير بفضل الله تعالى عشان العروض اللي عاملها، فالحمد لله انا نزلت 50 جنيه تاني مش مهم اكسب. تمام يا استاذه؟ حلو قوي. وعندي برضو النيكل بتاعها يا استاذه. تمام. اللي يطلبها اللي يطلب القطعه ياخد عليها سكرين شوت حضرتك. تمام. يقول لي النيكل الذهبي اي حاجه عايزها تحت امره. اه. في كمان المساطر دي. دي المقدير الشاور بانر يا استاذه. اه دي الكابينيت الشاور. ده ب 4200. اه. ده ب 4200. تمام. انا كنت عامل عليه عرض الاسبوع اللي فات ب 3500 جنيه، ب 3300 يا استاذ. وفي منه الذهب. في منه ولا ده حاجه ثانيه؟ اخويا حضرتك الثلاث الوان اهو. اه. الثلاث الوان موجودين عندي. تمام. تمام يا استاذه. الاسود اهو. تحفه. انت عامل شويه حاجات جباره. الحمد لله. شغل حلو جدا. كله بفضل ربنا. مش معنى ان احنا في سوق شعبي يبقى في حاجات اي كلام. كله بفضل ربنا الحمد لله. ما شاء الله معرض افندينا معروف ان هو بيجيب حاجات. والولد الواد بقى عايلنا الحمد لله. الحمد لله دي اهم حاجه. طب الاحواض الظريفه الجميله الترند دي. لسه ما خلصتش. اه لسه مخلطات. تمام. خلطت شيك يا استاذه اهو لست البيت عشان ترتاح. آه. كده عايزه تنضف سيراميك. الترند اللي طالع. عايزه تعمل اللي هي عايزاه. آه. تمام يا استاذه. الخلاط ده ب 1550 جنيه، خلاط اسباني. 1550 جنيه. ده اسباني. ماشي يا استاذه، ده ب 1550 جنيه، ده برده ما نزلش في العرض عشان مش هعرف انزل في العرض عشان في 25 جنيه. تمام. احنا بنقول بناخد مصاريف الحاجه بس يا استاذه. تمام. وعنده منه بجميع الوانه. اه. ماشي يا استاذه. حضرتك دخلت على اخوات الديكور صح كده؟ ايوه. ودي عندك اخوات الديكور يا استاذ. الله عليك. عندي بجميع اشكاله متخزن عندي ب 2300 جنيه الحوض يا استاذ. تحفه. 2300 جنيه مصوره حضرتك، وعندي اشكال تاني. بص بس حضرتك يعني الزبون لما بيجي يتفرج على كله. اه. تحفه، شكلهم جميل والوانهم تحفه. بص يا استاذ الحله دي انا هوريها لحضرتك، الحله ديت والله كانت ب 12000 جنيه. وعملنا عليه عرض ب 7500 جنيه، العرض ب 7000 جنيه يا استاذ. انا هديكي تصويرها بره. ده حوض المطبخ. اه هديكي تصويرها بره، اهي مجهزه بره. تمام. عندك الحوض الرخام ده يا استاذ، العرض بتاعه ب 800 جنيه. خد وحده بالحوض بتاعه الحله اهي بتاعته. الله. وادي القعده، ده بدل الوحده الخشب. اه. بديل الخشب، الوحده الخشب لوحدها ب 1000 ونص وفي 2000 وفي 3 غير الحوض. دي احنا عاملين مصممين الوحده رخام. آه. الحوض بتاعها. تمام. مصممينها ب 800 جنيه عشان خاطر المتابعين يا استاذ. 800 جنيه حلوه جدا. تمام يا ست الكل. تمام. في اي حاجه ثانيه عايز تستفسري عنها هنا؟ عايزين نشوف بقى اطقم الحمامات. نوري لحضرتك اطقم الحمامات. اه. عندي طقم اهو ميجا فيت ضمان مدى الحياه. ميجا فيت. على جميع قطع غياره. اه. 3750 جنيه. ب 3000 الحوض وال 3750 حوض وقعده. سديري. اه. المكنه. محبس. النظر. الوصل بتاعته، طقم المسمار، النبل، جميع حاجته تخديع التركيب يا استاذه ضمان مدى الحياه. هشتري الخلاط بس. انت الخلاط، لا هو حضرتك الخلاط موجود بتاعه، خلاط الشطاف موجود. لا الخلاط بتاع الحوض. الخلاط الحوض ده حضرتك ده بس اللي هنشتريه. ده ملوش علاقه بالطقم. تمام. ده ب 3750. 3750. عند حضرتك الطقم الاسود دوت احنا عاملين على عرض ب 8000 جنيه. 8000. كامل برضه نفس السيستم بتاع الثاني برضه ميجا فيت. تمام حضرتك نفس السيستم. تمام. 8000 جنيه كامل مكمل ما ينقصكيش مسمار، حتى طقم مسمار الاعلى وطقم مسمار حب تخديم. ما شاء الله. وعندنا عروض على الخلاطات ما تنسوش، يعني هتاخدوا حاجتكم كلها باسعار ممتازه. عندنا يا استاذه برضه خد وحده اهو فترو. اه 800 جنيه. وعشان خاطر متابعينك يا استاذه ب 700 جنيه. الحقوا الفرصه يا جماعه، الاستاذ احمد بيضحي. تمام يا استاذه. اه يعني دي عروض جباره. بص يا استاذه طقم سرال. طقم سرال من ميجا فيت توكيل.
ضمان مدى الحياة على جميع قطع غيار و5000 جنيه. ضمان مدى الحياة من الشركة؟ ضمان مدى الحياة من الشركة مش مني أنا. آه. الضمان مدى الحياة من الشركة مش مني أنا، وأنا جربت عن تجربة. آه. إن أنا اتصلت بخدمة العملاء عشان طقم الأختي زي كده. تمام. المحبس كانت الوصلة بايظة، جيهم غيروا المحبس كله بسرعة، شركة محترمة. عشان كده أنا اشتغلت على ضمانتك. على ضمانتك حضرتك. تمام. تمام؟ في طقم زي كده اسمه نورا. 3250 جنيه يا استاذ، انا كنت عامل عليه العرض ب 3500، 3250 عشان خاطرك يا استاذ. 3250. تمام يا ست الكل. يبقى احنا عندنا اقل طقم بكام بالنسبه للحوض والقعده؟ اقل طقم عندي قطن شعبيه، في طقم عندي عامل 1500 جنيه فاضي، وتاخدي سرير ومكنه معايا ب 1700 جنيه. 1700 جنيه دي اقل حاجه عندي. ده طقم شعبي. تمام. ده اللي هو اللي يعني عشان برضو الناس اللي على بالظبط. مش كلنا يعني نجيب الحاجه الغاليه. بالظبط كده. في انا اقدر اجيب حاجه رخيصه، في غيري يقدر يجيب حاجه غاليه، فاحنا برضو موفرين ده وموفرين ده ان شاء الله. دي احسن حاجه. في عندك سيراميك فرز ثالث؟ عندي سيراميك فرز ثالث. يعني موجود. موجود حضرتك. انا لسه يعني عندنا من الاول للثالث. انا حضرتك كل المعروض المعروض هنا داخل المعرض اول وتاني. تمام. في حاجات حضرتك اللي معروضه بره دي عشان الناس البياعين، المدير المعرض مثلا اللي واقف في المعرض في البياعه بتاع الكلام ده ما يغلطش مع الزبون، يعني ممكن يبوظ بيعه مثلا بسبب فاصلين بالظبط. فاصلين ده عندك فكده بناخد يعني زبون ياخد خلفيه وحشه، فاحنا عارضين التالت بره والفرز الاول كله معروض والتاني معروض جوه المعرض. طب قبل ما نطلع للدوشه بره انا عايزه بس استفسر عن الشحن. اتفضل. في شحن؟ في شحن اي العربيه هنا، بس حضرتك دي التوصيل اللي على حساب العميل. ما انا فاهمه، بس في عندك عربيات متوفره عشان اللي عاوز حاجه. اي عربيه الزبون اللي يرتاح للعربيه يجيبها. تمام. واحنا ما مسؤولين بيها يعني. في ناس بتحب تطلب اونلاين، يعني انا عايزه النقشه دي تبعتها لي كاش او انستا بي. تمام. ودهون كاش ونشحن والحاجه بتوصل سليمه واستلام هناك. والحاجه بتوصل سليمه ولا بيبقى فيها مشكله؟ حضرتك اللي بيبعت اونلاين ما بيبعتش المبلغ كامل. تمام. هو بس مصداقيه للتعامل، يعني انا بس ممكن ابعت 2000 جنيه. تمام. 2000 جنيه حسابك 10000 جنيه، ادفع 8 لما تستلم حاجتك. تمام. حاجتك ما عرضتكش خد ال 2000 جنيه وانت واقف. تمام. والعربيات كتير. تمام. ما شاء الله. الحمد لله. نطلع بقى بره ونشوف الجمال اللي بره كمان. اتفضلي. شكرا. هنا دي يا استاذه الحلوه اللي صبرت قلت لك عليها. بص يا استاذه بقى تعالي ما شاء الله. بص يا استاذ دي، بص حضرتك هنا دي 5 زرار. الخمسه دي السمارت. الخمسه زرار دي والله العظيم كانت ب 12000 جنيه. ب 12000 نزلت في سعرها، فاحنا برضو نزلناها للعميل. طب ممكن تشرح لي يعني ايه سمارت برضو؟ يعني سمارت بص حضرتك دي الخلاط ده ليه زرار اشتغل بيه، الصابون ليه زرار، حنفيه الفلتر لها زرار، حاجات كلها الكوبايات يعني مش بايدي. لا مش بايدي. هو ده الفرق. لا ده الحوض ده تحفه زي موجود هنا ده. تمام حضرتك. ده بفضل الله حضرتك كان حلو جدا. كنا عاملينه ب7.5. ب7.5. احنا النهارده بننزله 500 جنيه تاني. ودي ايه دي؟ دي بتاعت الكوبايات اللي بتحط فيها الكوبايه. الترند اللي طالع. أيوة. اللي مجنني. أيوة. ده ده بكام بقى في العرض؟ ده ب7000 جنيه. 7000 7000 جنيه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم جملتها 7200 جنيه. انا ممكن اطلع الفاتوره للمتابعين اللي انا جايب بيها من المستورد، والله جملتها 7200 جنيه. هي نزلت بس احنا نزلنا السعر عشان خاطر يبقى فيه المصداقيه. تمام. محدش يسال يلاقي حاجه ايه ارخص مننا. يعني ده فرصه يا جماعه والله، ده طالع ترند ومجنن كل الستات صراحه. حلو جدا. طب نشوف بقى مجموعه الخلاطات اللي هنا. بص يا ست الكل، عندي طقم خلاطات تايجر اهو تقيل. 2300 جنيه الطقم ده مع بعضه. 2300 لا 2350 اسف والله ثمنه من الشركه 2350 جنيه. احنا جايبينه كماليات للزبائن بتاعتنا. تمام. تمام يا استاذه. طقم خفيف برضه عشان ما ننساش الناس المحترمه اللي على قد حالهم. تمام. ده حضرتك الطقم ده عامل 1100 جنيه. 1100 اوكي. تمام يا استاذه. تمام. عند حضرتك اهو ادي طقم خفيف تاني اهو. طقم خفيف تاني اهو 1000 جنيه يا استاذ. اقل حاجه عندنا في الاطقم 1000 جنيه. جنيه. تمام. لا اعلى حاجه كام؟ اعلى حاجه 2600 جنيه طقم الماني. 2600 بس احنا بنحرق السعر. تمام. بنحرق السعر. هوري لحضرتك برده يا استاذ اهو. بسم الله اهو يا استاذ. ومعاه برده الخرطوم. الله. لست البيت تنضف سيراميك تنضف الله بوتجاز. شكله تحفه اهو يا استاذ. تمام. حلو جدا. لسه كمان هوري لحضرتك بقيه القطع بتاعته. قطعه الدوش يا استاذه. هو مش قطعه واحده، لا ثلاث قطع. ثلاث قطع الطقم ثلاث قطع. ده بتاع الدوش. حلو جدا. تمام يا استاذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا استاذ، عندي الطقم الاسود ده اهو، طقم اسباني، ايروس اسباني. تمام، مع قطعه هديه، قطعه الشطاف بتاع القعده. تمام يا استاذه. القطعه بتاعته الهديه. صور الطقم ده بكام يا استاذه؟ بكام؟ طب قول انت. لا معرفش. لا قول انت. لا هغلط. ب 1750 جنيه يا استاذه. واسباني؟ واسباني ومعاه قطعه هديه. ومعاه قطعه هديه. تمام يا استاذه اهو. الطقم اهو يا استاذه. الطقم ثلاث قطع ومعاه قطعه هديه. قطعه الهديه في ايدي الشمال اهي. اتفضل يا ابو حميد. ده كله بكام؟ ده بتاع 1750. واسباني؟ 3000 جنيه اسباني. في حاجه، في مضروب. مختوم. في حاجه. مختوم. يعني ما فيهوش حاجه؟ مختوم. يعني الاربع قطع دول 2900؟ 2750. 2750 اسباني. اسباني. بتتكلم بجد؟ والله العظيم ب 2750 جنيه واسباني اهو يا استاذ. قطعه قطعه اهي افرجها لحضرتك. وشكله تحفه، وشكله تحفه. قطعه المطبخ. اهي يا استاذ. جميله. وعندي اي كميه انتوا عايزينها. 2750 اللي موجود عندي. العيال الشطه العماره الفضل اللي موجود عندي. ما شاء الله. ماشي يا استاذه. الله. عندي طقم زي كده عامل 1800 جنيه. طقم تايجر تقيل برضه 1800 جنيه. ما شاء الله. تمام يا استاذه؟ ما شاء الله. ماشي. وادي القطعه بتاعت الوش بتاعته. تمام. ودي المساطر؟ دي المساطر اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هي كمان خمس سنين. تمام. المسطره الذهبي. دي المساطر اللي بقول لحضرتك جميع الوانها ابيض. والاكسسوار طبعا اللي هي الصبانه والشماعه. ده اللي انا وريته لك. لا ده عامل 1350 والله العظيم ثمنه وكسبانين منه جنيه. 1300. ده ثمنه 1100 جنيه، ده طقم ذهبي عندي فضي وذهبي واسود منه جميع الوانه موجوده عندي برضه. حلو جدا. تمام يا استاذه. عندي مسطره الماني. مسطره الماني دي اهي يا استاذه. في منها شكلين. الشكل ده 200 جنيه. والشكل الثاني 250 جنيه، الشكل الثاني اعلى من دي. دي المسطره دي ب 200 جنيه؟ مسطره واحد في واحد. ب 200 جنيه؟ ب 200 جنيه يا استاذه، وهوريكي برضو معلش الواحد في واحد. انت كده بتحرق جامد. لا انا مش بحرق والله، انا عايز الناس تنبسط. ده يا استاذه بالصلاه على النبي عليها الصلاه والسلام. كده الماني. الماني. دي 250 جنيه؟ 250 جنيه يا استاذه. كل ده ب 250 جنيه يا استاذه. بص يا استاذه. صوري دي كده كويس. تمام يا استاذه. تمام. الماني. الماني. وادي اهو حضرتك جيرماني. تمام يا استاذه. تمام. صوري لحضرتك 250 جنيه. ب 250 جنيه يا استاذه اهو. هلمها كده اهو. وصوري حضرتك وانا بلمها عشان الزبون يشوفها كويس. او المتابعين تشوفها كويس. اهي يا استاذه. اهي يا استاذه. اهي يا استاذه. تمام يا استاذه. كل ده ب 250 جنيه يا استاذه الماني. وده عامل عليه عرض؟ عامل عليه عرض. دي ثمنها والله العظيم ب 400 جنيه عشان حد يعمل معاكي واجب. عشان حد يعمل معاكي واجب. والكلام ده مش كلام سوق. الكلام ده كلام حقيقي والله العظيم ب 400 جنيه. احنا عندنا فرص. دي فرص. والله العظيم بره العرض ب 400 جنيه. دي فرص. والله العظيم كمان مره بره العرض ب 400 جنيه. حلو جدا. تمام يا استاذه. 250 جنيه والماني. الماني. مفيش بعد كده. حضرتك احنا بنحب والله العظيم نبقى بنلمس ظروف الناس. لان احنا برضو الحمد لله يعني برضو كلنا ظروفنا على قدنا. ربنا يجازيك خير يا رب. نشوف بقى السيراميك الفرز التاني. وارجع لحضرتك اتفضلي. بص يا استاذ عبيد. عند حضرتك ده. دي نفس النقشه اللي جوه؟ ايوه موجود منها برضو وثالث. فرز اول. موجود اول وثالث. تمام. انا عشان انا عندي منها ثالث برضو بعرضها اهي. تمام. ده اي حاجه من دول يا استاذه كده 110. 110. اوبن بوك. ده اوبن بوك بورسلين حر. تمام. مش اقل من بص يا استاذه الطلاته الواحده دي رسمه حضرتك. دي رسمه بتتعمل. بتدفع كده طبلون لوحدها مش اقل من 4000 جنيه. الطبلون ده انا ببيعه بالمتر. هيعمل معاك المتر 450 جنيه فرز اول بورسلين حر. وده فرز اول؟ فول بادي. بورسلين حر فول بادي. مبلط السيراميك اللي يفهم كلمه فول بادي. تاجر سيراميك زي يفهم فول بادي. تمام يا استاذه. ده ب 450 جنيه فرز اول. فرز اول 450 جنيه. لما تحسبي الاربع بلاطات على 450 جنيه ما يكملوش 2000 جنيه، ما يكملوش 1800 جنيه. ليه؟ عشان بالمتر. انما لو تشتريهم كده بيع وشراء من اي تاجر هيبيعهم لك ب 4000 جنيه يا استاذ. تحفه، شكله تحفه. تمام بصراحه. تمام. الكل لمعته جميله. اي حاجه من ده كده يا استاذه برده موجود منه فرز ثالث. 110. 110 وثالث عليه ضمان مني انا شخصيا، مفيش مشكله فيه. تمام. تمام يا ست الكل. تمام.
طبعا احنا ما اختلفناش عليكم، لما جبت دول فرجت عليهم حضرتك برضه. اه عندي طقم الشعب اهو اللي انا بقول لحضرتك عليه 1700 جنيه بالمكنه والسرير. ده اللي ب 1700، ده اللي حاجه عندك. اه ده ب 1700 عندي برضه اهو تاني. كملي بس تصوير هنا يا استاذه وتعالي هنا اهو. بص يا استاذ ب 2100 جنيه. 2100 جنيه ما تنساش برضه الحمامات الكبيره. اه تمام. حاجه اقتصاديه ب 2100 جنيه. حلو جدا. عندي بقى مفاجاه كبيره يا استاذه بقى على سيراميك الارضيات الاقتصادي بقى. اه هو في اقل من كده كمان؟ اه طبعا. يعني في اقل من الفاز التالت؟ عندي اقتصادي. ايوه. أوه. اقتصادي وكويس. تمام يا استاذه. تمام. بس حضرتك هنا تعالى اوريك السيراميك الاقتصادي. ده كده الاقتصادي؟ بصي اهو. احنا وصلنا ل كده يا استاذه؟ اه. وصلنا ل 110 الفرز الثالث صح كده؟ ده اقل منه كمان؟ اه يا فندم. هيبقى بكام ده؟ عايزه بكام؟ انا عايزه ببلاش. عايزه بكام عشان انا عايزه ببلاش. 85 جنيه يا استاذ. والله العظيم 85 جنيه يا استاذ. اه والبلاطه حلوه زي ما الزبون شايفها يستلمها يا استاذ. البلاطه زي الفل. اللوم واحد. دي ب 85 متر. 85. اه طب والكبيره دي؟ الكبيره دي 60 في 120 اللي احنا قلنا عليه ب 300 جنيه، وقلنا في حاجات ب 270 جنيه. تمام. تمام؟ أوه. وفي حاجات منه ب 220 جنيه، وفي حاجات ب 180 جنيه. اه. على حسب البلاطه بس الزبون اللي ياخد البلاطه سكرين شوت واحنا نقول له سعرها. دي المتر بكام؟ ما احنا قلنا 180. ده زي اللي جوه. اه زي اللي جوه. تمام. 270. اه. في ب 220. انا قلت في منه شعبي. 300. لا ده ما فيش منه شعبي. عايز الشعبي؟ اه. عايز الشعبي؟ 120 جنيه يا استاذه. 120 جنيه. 120 جنيه. من ده؟ اه. من اللي هي 60 في 120؟ 120 الاقتصادي يا استاذ. اه تمام. الاقتصادي موجود منه ب 120 جنيه. ده حلو جدا. يعني كل المقاسات موجوده باسعار مختلفه. بامر الله. ودي 85. 85 جنيه من 50 ونص ل 50 ونص. حلوه جدا بلاطه تحفه وسعرها حلو جدا. استاذ احمد انا بشكرك. انت عملت معانا واجب حلو جدا. انا بشكرك جدا وجزاك ربنا. عايزين نبسط متابعينك. ربنا يجازيك كل خير يا رب. متشكره جدا يا استاذ احمد. الله يبارك فيك. متشكره جدا. السلام عليكم.